السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح كتيرة جدا، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على الكثير من المنح. ما تنسوش برضو تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. طيب خلينا نتكلم على منحة النهاردة. المنحة دي منحة مميزة جدا لأنها بتتيح لك الدراسة في جامعات كتير جدا، تعتبر جامعات قوية حول العالم. أول حاجة، المنحة دي موجهة من مؤسسة اسمها روتريك، تمام؟ والمؤسسة دي هي مؤسسة غير ربحية، هدفها المساعدة وتحقيق السلام الدولي، تمام؟ والمؤسسة دي ساعدت على مدار 100 سنة في إنفاق أكتر من 3 مليار دولار على يعني الأعمال الخيرية وتمويل الدراسة للطلاب وما إلى ذلك. بالنسبة للدول اللي هيتم الدراسة فيها، المؤسسة دي بتساعدك إنك تدرس في أحد هذه الدول. ممكن تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في اليابان، في السويد، في تايلاند، في أوغندا، تمام؟ دي الدول المشاركة مع هذه المؤسسة. بالنسبة للدول المتاح التقديم ليها، يعني الناس المتاح ليها التقديم، متاح تقديم من اي دولة، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، متاح ليك انك تقدم في الفرصة دي، تمام؟ طيب المنحة دي بتوفر للمرحلة الدراسية، المرحلة الدراسية درجة الماجستير والدورات القصيرة. يعني لو انت عايز تدرس درجة الماجستير متاح، لو انت مثلا خلصت بكالوريوس او في اخر سنة البكالوريوس ممكن تقدر تقدم. لو عايز تاخد دورة تدريبية قصيرة في تخصصك مثلا بتقدر عادي برضو تقدم، مفيش مشكلة، تمام كده؟ طيب مدة درجة الماجستير سنتين للدراسة، مدة الدورات القصيرة بتكون 3 شهور. طيب بالنسبة بقى للتمويل، المنحة دي بتوفر لك أول حاجة رسوم التقديم في الجامعة بتكون مجانا، تمام؟ التسجيل المبدئي في الجامعة، كمان رسوم الدراسة مجانا، كل تكاليف الدراسة في جميع السنوات اللي انت تدرسها هتكون مجانا، كمان تذاكر الطيران من بلدك إلى بلد الدراسة ذهاب وعودة هتكون على حساب المنحة. طبعا ليك حق المشاركه بقى في الاحتفالات والانشطه اللي بتقدمها الجامعه، وكل ده بيكون بشكل مجاني، وبيكون عندك طبعا السكن وراتب شهري على حسب كمان الدوله اللي انت هتكون مقيم فيها. طيب بالنسبه للجامعات المتاحه في المنحه دي، عندنا جامعات كتير، تمام؟ عندنا اول جامعه اسمها برادفورد في بريطانيا، متاح انك تقدم عليها. جامعه كوينزلاند في استراليا ممكن تقدم عليها برضو. جامعة ديوك واللي هي جامعة نيو ساوث كارولينا برضو متاح انك تقدم عليها. عندك كمان الجامعة الدولية في اليابان، ففي عدة جامعات، وجامعة اوبسالا كمان في السويد. فالجامعات دي ممكن تقدر تقدم عليها من غير اي مشكلة خالص. بالنسبة بقى يعني لشروط التقديم، فالمنحة دي ما فيهاش حد اقصر العمر، تمام؟ سنك كبير صغير بتقدر تقدم عادي. المنحة دي مش بتحتاج شهادة لغة عند التقديم. بمعنى ايه؟ بمعنى لو حضرتك مش معاك شهادة لغة حاليا ممكن تقدر تقدم عادي، ولكن بعد لما بيتم قبولك هم بيعملوا لك انترفيو، تمام؟ او بيعملوا لك تيست كده، اختبار عشان يثبتوا قدراتك اللغوية في اللغة الانجليزية، تمام؟ فلو مش معاك شهادة لغة بتقدر تقدم عادي من غير اي مشكلة. خلينا نتكلم عن الاوراق المطلوبة. الاوراق المطلوبة بسيطة، اول حاجة ميل ابلكيشن التقديم اونلاين، توفير السيرة الذاتية او السي في بتاعك يكون موجود، شهادة اخر مؤهل دراسة حصلت عليه، او لو كنت في السنة الاخيرة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. طبعا في مقالات نية كتير لازم تكتبها برضو بشكل ممتاز، وطبعا بقى تتكلم عن خبراتك وتحط كافة البيانات في الابلكيشن، تمام كده؟ طيب بالنسبة لاخر ميعاد للتقديم في المنحة دي، اخر ميعاد هو 15 مايو 2021، فلسه قدامك فترة تبدأ ان انت تجهز نفسك وتشوف ايه المطلوب في المنحة وتعمله. بالنسبة للتخصصات المتاحة، عندنا كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعات اللي انا قلتها زي جامعة برادفورد وجامعة كوينزلاند وجامعة اوبسالا في السويد. كل الجامعات دي لو انت عايز اي تخصص معين، اي تخصص بتعرضه اي جامعة من هذه الجامعات متاح انك تقدم عليه، تمام كده؟ طيب كده شرحنا كل التفاصيل المنحة. ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية، عندك زي خدمة تأمين قبولات منح دراسية في دولة الصين بنسبة 100%، بنوفر منح دراسية مضمونة. كمان بنساعد على التقديم في المنح والفرص بشكل احترافي، اي منحة وفرصة انت عايزة، خدمة تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم بنفسك لاي منحة وفرصة انت عايزة، وخدمة التقديم على الكورسات للتزويد من فرص قبولك في المنح، تمام كده؟ واي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارات كل الخدمات دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة ونشوف ابلكيشن التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه منح وفرص كتيرة، يا ريت تتصفحوها عشان في منح مميزة جدا. خلينا دلوقتي نشوف المنحة اللي اتكلمنا عليها النهاردة، اللي هي منحة روتري للدراسة في أفضل الجامعات. كل التفاصيل اللي أنا قلتها
هتلاقوها موجودة هنا، من حيث التمويل، الجامعات المتاحة، التخصصات، كل شيء هتلاقوه موجود هنا. طيب خلينا دلوقتي نروح ونشوف الإعلان الرسمي للمنحة. تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي، تمام، عشان نشوف التفاصيل اللي أنا قلتها. هيفتح معاك الموقع الرسمي ده، الموقع الرسمي للمنحة اسمه روتاري بيس سكولرشيب، تمام. كل التفاصيل هتلاقيها هنا، من حيث يعني انها متاحه للماجستير، دورات قصيره، من حيث اخر ميعاد للتقديم بيكون امتى. كل التفاصيل هتلاقيها موجوده في الموقع الرسمي ده، تمام. اخر ميعاد اهو زي ما ذكرنا 15 مايو 2021. طيب دلوقتي خلينا نروح ونشوف كيفيه ميل الابلكيشن. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن. الابلكيشن هيفتح معاك اول شيء بهذا الشكل، تمام. تيجي تضغط على كلمه قدم الان، هيفتح معاك اول حاجه انك تحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد. فزي ما هنشوف دلوقتي هيظهر لينا اللوجن ده، الصفحه اللي هتظهر لك في البدايه. طيب انت ما عندكش اكونت على الموقع، تعمل ايه؟ تروح تعمل ريجستر، تسجل الاول، تحط الايميل بتاعك، تحط الباسورد، تعمل تاكيد للباسورد، تحط اسمك واسم العائله، بعدين بتضغط على كلمه ريجستر. بعد لما بتسجل التسجيل المبدئي بترجع تاني بتحط بقى الايميل بتاعك هنا وتحط الباسورد، تمام، الايميل اللي انت سجلت بيه وبتحط الباسورد. فانا احط الايميل بتاعي واحط الباسورد، وبعدين هضغط على كلمة لوجن، تمام، عشان يفتح معايا الابليكيشن داخلي واشوف ايه اللي موجود في الابليكيشن وايه البيانات اللي انا محتاج املأها. فهيظهر لنا هنا من الجنب دلوقتي كذا سيكشن، تمام، انت محتاج كل سيكشن من دول تملأه، بعدين تخش على اللي بعده، هكذا لحد لما تخلص الابليكيشن بالكامل ويظهر معاك انك تعمل له سبميت او ترسله للمنحة. طيب اول حاجه هنا هو بيقول لي ابلكيشن اوفر فيو، اللي هو كمراجعه للابلكيشن، بيديك هنا الاشياء المطلوبه منك، ايه الشروط، الاحكام الخاصه بالمنحه، كل التفاصيل هنا. بعدين بتخش على السكشن اللي بعده، هنا دي خاصه بتقييمك، يعني هل انت مؤهل بالفعل ولا لا، بيسالك هنا بعض الاسئله تحاول تجاوب عليها، تمام. بعد كده بتخش على سيرتيفيكيشن، في الجزء ده انت بتحط هنا تاريخ ميلادك، تمام، بتحط اسف التاريخ بتاع اليوم اللي انت هتملى فيه الابلكيشن، واسمك بالكامل تكتبه هنا، تمام. طيب بعد كده بتخش على حاجه اسمها البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه، بتبدا بقى تحط بقى معلوماتك، اسمك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الدوله اللي انت منها، دوله الاقامه الحاليه، يعني الجندر بتاعك، كل التفاصيل بتحطها هنا، رقم الهاتف، العنوان الحالي، كل ده بتملاه، تمام. بعد لما بتخلص البيرسونال انفورميشن بتخش على الجزء اللي بعده، هو البروجرام سيلكشن، اختيار الجامعه والبرنامج اللي انت عايز تدرس فيه. فهنا بتختار انت عايز ايه، مثلا ماستر ديجري بتختارها. بعد كده بتروح هنا وبتختار الجامعه، تمام. هتلاقي هنا الجامعات اللي انا قلتها موجوده، فمثلا انا عايز جامعه كوينزلاند فاخترت كوينزلاند، تمام، ومتاح ليك تختار جامعتين بحد اقصى. طيب اخترت مثلا الجامعه وكل الامور تمام. بعد كده بتروح على الجزء ده، تمام، الجزء ده يعني بسيط مش معقد، ده بيقول لك مثلا للدول اللي بيبقى ليها تعامل خاص زي سوريا وما الى ذلك، فتحاول تقرا التفاصيل دي برضو. ايه تفاصيل هنا بالنسبه للاكسبيرينس، الخبره العمليه، لو انت اشتغلت في اي حاجه قبل كده، تطوع مثلا، عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بتحط كل التفاصيل دي هنا. بعد كده الاديوكيشن، الخلفيه التعليميه بتاعتك، بتكتب بقى انت يعني اتخرجت من ايه او بتدرس ايه حاليا، تحط ترانسكريبت بتاعك، شهاده الكشف الدرجات اللي فيها كل المواد اللي انت درستها بدرجاتها، تمام، الليفل بتاعك، كل التفاصيل دي بتحطها هنا. بعد كده بالنسبه لل يعني للكالتشرال، اللي هو مثلا يعني هل انت سافرت للخارج قبل كده غير دولتك، بره في دوله تانية، ما الى ذلك، فبتجاوب على الاسئله دي. بعد كده بالنسبة للغة الإنجليزية، بيسألك هنا إيه لغتك الأم، تمام؟ بيسألك هنا بقى بالنسبة لو أنت مش لغتك الإنجليزية، مش اللغة الأصلية بتاعتك اللغة الإنجليزية، بتختار الجزء ده اللي أنت تاخد اكسمبشن، يعني إعفاء من اللغة الإنجليزية، تمام؟ وزي ما أنا قلت إن لما هتاخد إعفاء، ممكن لما تاخد القبول إن شاء الله بشكل مبدئي، بعد كده بيعملوا لك انترفيو أو تيست عشان يتأكدوا من اللغة بتاعتك. بعد كده الإسيز اللي هي المقالات، المقالات دي لازم بقى تكتبها بعناية، يعني زي بيرسونال ستيتمنت، خطاب نية وما إلى ذلك، تكتب كل مقالة من دول، ففيها كذا مقالة لازم تكتبها بشكل ممتاز. بعد كده التوصيات، عندنا توصيات بشكل أونلاين، لازم تكتب أو تحط بيانات كل توصية من دول لأحد الأساتذة أو الأشخاص المعنيين بذلك، سواء صاحب عمل أو أستاذ جامعي أو مدرس ما إلى ذلك، وبترسل له انفيتيشن عشان اللي هو يعمل لك التوصية دي. بعد كده بتعمل ريفيو للابلكيشن، كل الحاجات اللي انت جاوبت عليها بقى
بتظهر لك هنا، كل حاجه بتظهر لك هنا. وبعدين انا طبعا مش ظاهر لي، يعني ظاهر لي ان كل الحاجات اللي ما يعني اللي في الابليكيشن لسه انا ما مليتهاش كلها، يعني لسه في حاجات ما اتملتش. فلما بيتملا كل سيكشن من دول بيظهر لك في الاخر هنا كلمه سبميت، بتضغط سبميت وكده يبقى انت ارسلت الابليكيشن بنجاح. تمام، فده بالنسبه لابليكيشن المنحه. فطبعا هو مش معقد، ولكن كل خطوه لازم تعملها بعنايه. فكده شرحنا كل التفاصيل. ما تنسوش ان احنا كمان بنوفر خدمات اضافيه، تامين منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، تقديم بشكل احترافي وما الى ذلك. وهتلاقي اراء كمان ناس اتعاملت معانا سابقا واستمارات التقديم او استمارات الخدمات بتاعنا من هنا. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.